اول مره كنلقاهم جابوا الشعريه هنايا في ليدل. ها انتم كتشوفوا لا مارك، يعني ماركه زوينه البنات. اول مره كنلقى الشعريه والله جديد ديال ليدل البنات، وراه دايرين ليها بروموسيون. خوات لقيت الزعفران في ليدل دايرين ليه 30% البنات، 30%. مع الدخل الاخوات دايرين هاد لي بالونت هادو، راه دايرين ليهم ان والله كياس. يعني كيكونوا ولكن تشديهم تسقيهم الاخوات زوينه انه الاخوات. الاخوات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا بألف خير. المهم البنات اليوم فوندغودي جيت ان شاء الله نشارك معكم لاغيفاش ديال ليدل ديال جوتي البنات. المهم نبداو على الدخله، جايبين هاد عجبوني هاد لي بلوند هادو الاخوات. شو كي كيجيو هكا زوينين كيف كتشوفوا. كاين دو موديل، الاول البنات داير 16 أورو 99، والثاني داير 17 أورو 99. هاد الموديل هذا هو هذا 16 أورو البنات. كاين هاد الموديل هذا حتى هو راه ردوهم هادو، هادو هما دوك اللي كيجيو طوال البنات. شفت تبارك الله راه قدي في الطول، شفتو كتجي هكا كبيره. هاد داير لها البنات 12 أورو 99، كتجي على هاد الشكل هذا. المهم وبالنسبه للمندرين الاخوات كتجي هاد الكاجيت فيها 2 أورو، ماشي 2 أورو البنات، 2 كيلو. المهم جايه لجل كيلو ونص الاخوات كيف كتشوفوا. ها هي الثمن ديالها 3 أورو 99. كاين هاد الكركاح هذا البنات دايرين ليه 3 أورو 99. شوف لور الاخوات، شوف من 99 سنتيم كانوا دايرين ليه، دابا البنات دايرين ليه 2 أورو 49. هذه اللي جاتني شويه رخيصه، هاد الشاصيه ديال البطاطا كتجي البنات فيها 2 الكيلو ونص، دايره 2 أورو 99 الاخوات. وهاد البواغ هذا كتجي هكا، هاد هذه البنات شفتوا هذه دايره 2 أورو 49 فيها كيلو ديال البواغ الاخوات. المهم هادشي اللي حاطين هكا في الدخله. المهم انا غادي نشوف الا لقيت معكم شي حاجه اخرى، الا لقيت شي حاجه غادي نبارطاجها معكم الاخوات. السيترون باقي ندير ليه بروموسيون، دير ليه 2 أورو 99 الاخوات ديال لي سبال. لا هذا ديال الاورنج البنات، هذا ديال الاسبان دير ليه 2 أورو 49. كيجي هكا زوين، كيجيها كبير تبارك الله زوين. المهم كاين هذا حتى هو البنات، هذا هو هذا ديال فرنسا، هذا المندرين هذا ديال فرنسا، دير ليه الكيلو 2 أورو 99. هذا البنات هذا لا مارك ديال جولدن، هذا راه زوين. هذا لا مارك هادي البنات دير ليه 2 أورو 79. ايوا الاخوات باقي ندير ليه 39 لا بياس، ها هي 39 سنتيم لا بياس. طوماط سوغيز الاخوات كيف كتشوفوا كتجي هاد لابواط فيها 400 غرام، ندير 2 أورو 69 ديال المغرب البنات. هاد الخيزو البنات، هاد لي كاروت البنات راه دايرين ليهم 2 أورو 79. الشاصيه فيها كيلو ونص، ولكن البرومو عادي يعني ماشي بروموسيون، غير بغيت نشاركها معكم. البيتزا البنات كل جربها فيكم، دابا ديزا بانت لي زوينه. هاد البيتزا البنات ديال الفرماج، الاولى راه كتاخذوها ب 2 أورو 89، والثانيه كتاخذيها ب 94 سنتيم، الثانيه 50% الاخوات. بالنسبه للمخبز البنات يعني لقيتهم عندهم حويجات جداد. هاد الخبز هذا كيجي هكا عمري ما شفتو البنات، راه دايره لي 65 سنتيم. المهم درت لكم واحد الجوله خفيفه البنات، راه مشيت عيطت للريسبونسابل سولتو، قلت ليه يعني ما مكتوبه حتى حاجه باش انا غنعرف واش فيه لانكول ولا فيه شي حاجه، قال لي لا راه ما فيهش. المهم الاخوات هذا رجبوه جديد زوين عجبني، درت لكم واحد الجوله هكا جديده، واحد الجديده واحد الجوله خفيفه الاخوات. هذا ديال الشوكولا دير لي 59 سنتيم، هذا تاهو دير لي 75 سنتيم. تيجي هذا قال لك فيه التفاح البنات. المهم ثاني عجبني هذا بالحق، ما لقيت مكتوبه فيه حتى حاجه، قال لي تبغي تشوفي هنايا. هانتوما الاخوات ديما في المخبزه هكا كيكون هكا في الظرف. المهم ولكن انا ما بان لي مكتوب والو البنات، شفتوا. المهم هذا حتى هو جابوه جديد ما مكتوبش البري ديالو، قال لي ما فيهش لاكول غادي ناخذ منه. المهم مع واحد الكويز ديال القهوه. بالنسبه للشوكولا الاخوات هانتوما كيف كتشوفوا يعني ديما محطوطه كميه كبيره، ولكن ديما كيف قلت لكم الاخوات كتلقاو الجديد. لقيت هاد البواطه هذه كتجي على هاد الشكل هذا زوينه، هادو كتجي على هاد الشكل هذا. شفتوا لا مارك ديال ليدل فيها 380 غرام. من البنات ما لقيتش الثمن افيشي، نتمنى ما نطيحش اليوم هاد الشيء حيت بحال الولد قاد هاد الشيء. شتي شي حاجه مقاده كتبغي البنات تخليها مقاده. كاين هاد الموديل هذا ديجا كنت شفتو كيجي هكا زويون، دي بواط ديال الشوكولا الاخوات.
الثمن ديالها 6 أورو 39، نورمالمون كيكون فيهم واحد هكا غير هذيك محلوله كيجي هكا. شو اخوات ردوها لبلاصتها، 6 أورو 39 اخوات. وكيف كتشوفوا كاين كل مره كتلقاو موديلات جداد هكا شكلها هذا. هذا 3 أورو 69 الاخوات. هذا كيجي بحال ديال الكراميل، شفتوا البنات الثمن ديالو 2 أورو فاصلة 9. كاين هاد لي بواط، هادو عندهم بزاف ديال لي موديل من هاد لي بواط. هذا نقول لك ديال السيترون، السيترون شنو هذيك. المهم الاخوات بحال الفاني ما عرفتش البنات. المهم 3 اورو ديال لي اوفر سبيسيال، حيت يدير لي اوفر سبيسيال 3 أورو 59. كيف قلت لكم بزاف ديال لي موديل، هاد الموديل هذا حتى هو كيجي على هاد الشكل هذا 3 أورو 39. بزاف ديال لي موديل هانتوما كي كتشوفوا، هاد الموديل هذا 3 اورو كيختلفوا شويه في البخي، مي البواط كتكون بحال بحال. هذا البنات ديال 3 أورو 99، حاطين كميه كبيره البنات ديال الشوكولا. كيف كتشوفوا كاين هذا البواط هذا كيجي على هذا الشكل هذا، الثمن ديالو 6 أورو 59. كاين هذا المهم هذه البخي هذا راه ديال هذه البنات 9 أورو 59. هذه راه بواط ميتال كتجي هكا عامره بالحلوه زوينه، ديما هذه كاينه في ليدل. وهذا الموديل هذا ماشي هذه بلاصتو، حتى هما جابوه السيمانه اللي فايته في ليدل الاخوات. هاد البلاصه هادي ديما نورمالمون كيحطوا فيها الجديد على حساب نشوفوا واش كاين شي جديد. المهم هادو ديال لي زيبيس راه ديجا بارطاجيتهم معكم 1.79 باقي محطينهم الاخوات. هادي كتجي هكا الملحه بهاد باش كطحن الاخوات، كطحني هكا الملحه. الثمن ديالها 4 أورو و19 كيف كتشوفوا. نحاول نبارطاجي معكم شويه. كاين هذا البنات راه هو ده خل، هذا كان واحد البنت سولتني قالت لي واش كاين الخل في ليدل. هذا البنات خل ها هما كاتبينها شفتوا. يعني كاين هذا ديال البوعويد، كاين هذا ديال الكرموس شفتوا. هذا البنات يجي زوين في لي سالاد هذا شفتوا. المهم نشوف واش كاين شي موديل اخر كرموس. وهنا راه باقي محطين لك على الكونفيتشر ديال البصله وديال الكرموس. نشوفوا شنو كاين. هاد الزيت هادي حتى هي راه كتجي زوينه، كتجي هكا من السما. هادشي اللي حاطين هنا فهاد البلاصه اللي كيكونوا حاطين نورمال مولا غيفاش شفتوا. هادو كيجيو هكا من السمين ثلاث، الثمن ديالهم 3 أورو 29 البلاط. راه الزيت ديال الزيتون يعني ماشي زيت ديال السيور ولا. نكمل معكم الجوله. حاطين هذا حتى هو هاد البلوط كيجي على هاد الشكل هذا فقريعات زوين هذا. المهم كله فاش كيستعملوا كيجي زوين. وهاد الزيوت هادو حتى هما هانتوما البنات زوينه. هادي ديال نوازيت الاخوات شفتوا، الثمن ديالها 3 أورو 39. البنات البروموسيون كيحطوها ثاني هنايا البنات كيف كتشوفوا. نحاول نبارطاجي معكم شويه من هاد البنات دايرين لك هانت 3. هادو كيجيو هكا ساشيات ديال الفاني البنات، سوكر فاني. دير لك الا خديتي 3 وحده غراتوي، وحده دايره 1.39 أورو. هاد الحليب هذا البنات راه ديال اوليفيرا بيو، الثمن ديالو دير لي 40%، كان داير 4.50 أورو غيبقى لكم 2.70 أورو. نحاول نشارك معكم هاد البنات ديال لي بيبي ميكسا بيبي كتشوفوا، دير ليها 12 ناقص 12%، كندير 5.8 أورو غيبقى لكم 4.47 أورو. نحاول اخوات نبارطاجي معكم شويه من هادشي اللي حاطين. كيف كتشوفوا حاطين هاد لي بواط هادو الاخوات، هادو ديال البسكوي كتجي على هاد الموديل وكتجي على هاد الموديل هذا 3 أورو 49. حاطين هاد الشوكولا هذا الثمن ديالو البنات 2 أورو فاصلة 69. هذا ديال الما عندي لي 1.19 أورو. هاد البواط هادي حتى هي كتجي هكا دايره 6 أورو فاصلة 99. هادو البنات راه باقي ندير لهم بروموسيون السيمانه اللي فايته. كتجي هاد البواط ديال ليبتون داير لها 34%، كندير 14 أورو فاصلة 99 تبقى منا فوق 89. وهاد لابواط هادي ديال الحلوى تاهي كتجي على هاد الشكل هذا،
ديري ليها تشغلو دوزيام 50% الاولى 9.99 والثانيه 4.99 نحاول نبارطاجي معكم. وبالنسبه للصبيغه الاخوات بغيت نشارك معكم الغوز اللي خديت هذيك المره معكم شفتو كي كتجي ما لقيتهاش باش نوريها لكم. كتجي زوينه يعني ماشي كتبان لي الد ديالك زعما بحال شويه ناتشور زوينين عجبوني 9.89. جابوا هاد الحلوه هادي هادي حتى هي الثمن ديالها 9.59. جابوا هاد الاموند هاد اللوز كيجي هكا البنات ايفيليا مقطع الثمن ديالو 3.39. وكاين هاد المونسيم هذا قال لك النسمه ديالو الورد ديال الليمون الاخوات شفتوا الثمن ديالو 45. كاين هاد لي بواط هاد جابوا بزاف ديال لي بواط على هاد الشكل هذا. هادي البنات فيها الحلوه يعني تستعمليها الحلوه وابقي تبقى لك لا بواط. مي ما لقيتش البخي الاخوات باش نشاركوا معكم. هاد التيزان هادي دايره ليها 68% يعني تاخدي الاولى بجوج الاورو 49 الثانيه غتبقى لكم 79 سنتيم ديال الاخوات. كاين حاطين هذا ديال الفاني دايره ليه 13% 4.59 غيبقى لكم ب 3.98 الاخوات. حاطين هاد لي بواط هادو هكا كيجيو ديال الشكلاط الاخوات شفتو 5 اورو فيها كيلو 5.19. خليكم غير تشوفوا بحال هاد الشكل هذا هاد اوغالبي الاخوات دايرين لي 80% سيغلو دوزيام يعني الاول كتاخديه بجوج اورو 70 والثاني كتاخديه ب 4.50 سنتيم. حاطين هاد اللوز هذا حتى هو كيجي الاخوات هكا على هاد الشكل هذا. هذا كيجي مطحون بودر شوف 3.59 عقبو حطوا هادو ثاني هادو ديال باش كتزوقي الحلوه كيجيو فيهم 4 ديال لي موديل شو اخوات الثمن ديالها 3.99 ديري لا اوفر سبيسيال. حاطين هاد البواط كتجي على هاد الشكل هذا فيها هادشي ميلونج ديال شي ديال المملحات اللوز كاوكاو بيستاج كتجي على هاد الشكل هذا وكتجي بحال واحد العويشقه معاهم شو اخوات. المهم الثمن ديالهم 3.99. نشارك معكم هاد القضيه هادي عجبتني زوينه هاد كتجي هكا بحال واحد الكوفخ ديال هادو البنات جيل دوش داير لي 6.99. وهاد المطارد هذا البنات اول مره كنشوفه شفتو هذا مطارد الاخوات داير ليه 9.99. هاد الدانون هذا البنات كيجي على هاد الشكل هذا فيه 6 ديال الدانونات. المهم الا خديتي جوج عندك واحد كات والاخوات هو الاخوات راه دايرين ليه 26% كندير 9.89 غيبقى 9.39. حتى هو الاخوات راه دايرين ليه 50% سيغلو دوزيام الاول 3.17 الثاني 8.50. بالنسبه للزيت الاخوات كتشوفوا هذه فيها ايترو كدايره 3.59 داروا ليها البنات 3.45 يعني عقبو زادوا فيها. المهم وهاد هذا كتجي هكا هاد البيدو هذا فيه 3 لتر هذا كيف كتشوفوا البنات الثمن ديالو كندير 10.69 وداروا ليه 10.29. زيت الاخوات راه ديجا شاركتها معكم ديري لي هاد الايدي ديال لي سالاد بجوج الاورو 35 هانتوما ديري لي هادي بعدا كتجي شويه بالنسبه لجوج الاورو 35 الاخوات. اول مره كنلقى الشعريه البنات لا مارك ا كيف كتشوفوا الشعريه ماركة زوينة البنات ديري ليها اوفر سبيسيال 8.38. هاد العصر الاخوات ديري ليها تاخدي 5 عندك وحدة كغاتوي الاخوات. بالنسبة لبيبسي الاخوات راه دايرين ليها سيغلو دوزيام 50% الاولى 10 والثانية كتبقى لك ب 55 سنتيم الاخوات. كيجي هكا عصر ديال لاماخك ديال فولفيك ديري ليه الاولى 19 والثانية كتبقى لك ب 59 سنتيم الاخوات. الاخوات بالنسبه للروايح جاوني بزاف ديال الطلبات قال لك بشرى شاركي معنا الروايح ديال ليدل. المهم اللي نقول لكم على الاخوات الروايح ديال ليدل راهم زوينين والله البنات الا زوينين. انا في الاول ما كنتش كنستعملهم كنت كنستعمل غير ديال كنشري من اكسيون مي تفاجات بان الروايح ديال ليدل البنات راه ايميتاسيون ديال الروايح اللي هما كبار بزاف البنات. المهم كاينه هاد لامارك هادي انا راني نجربها زوينه والله البنات زوينه والثمن ديالهم البنات راه 3.39
3.39 €، يعني كلهم دايرين لهم 4.39 €. هانتوما البنات، كاينه هاد لامارك هادي ديال غوز، كاينه هاد الموديل هذا. واحد البنت من الاسبان قالت لي كتقلب على شارلي جو بونس، قالت لي مي زرقاء. حنا اختي انا ما عمرني شفت شي ريحه هنا في ليدل بالزرق. المهم البنات يكتبوا لنا في لي كومونتير الا عمرهم شافوها، انا ما عمرني شفتها البنات. المهم كاينه هادي، ويكما هادي علاش كتهضري اختي، هادي حنا راه عندنا ديما موجوده كيف كتشوفي. الثمن ديالها كيف قلت لكم 4.39 €. هادي ديال البنات حتى هي راه زوينه، هادي انا مجرباها، يعني اللي مجرباها غنقول لكم جرباها، اللي ما مجرباهاش البنات وراه كيديروا هكا تيستو، يعني جربيها رشيها وسيري ما تاخذيهاش، سيري حتى للدار شوفي عجباتك ما عجباتكش، الا عجباتك رجعي لها، ما عجباتكش ما ترجعيش لها. كاين هذا الموديل حتى هو اختي ولا خوات، هذا حتى هو زوين، هذا فن والله، خديته جربته. هاد لا مارك هادي حتى هي لوفلي، حتى هي جربتها زوينه البنات والله حتى زوينه، كاع مجرباهم والله. انا ولكن اللي حمقتني بزاف واحد لا مارك سميتها لوف، راه كنقولها لكم في كاع الفيديوهات، ما تليتش لقيتها يا اختي والله، ما تلو جابوها، ما كايناش هاد اكريك، يعني كاينه غير لوف بوحدها، فهمتوا الاخوات؟ هادي لوفلي حتى هادي زوينه البنات، واثمنه اللي زوينه بزاف. وكاينه هاد الموديل هذا، هذا اللي ما جربتش كاع في ليدل، مي ها هو التيستور ديالو الاخوات، شفتو؟ يعني فريمون البنات الروايح ديال ليدل، كاع البنات اللي كيسولوني على الروايح ديال ليدل، البنات والله العظيم الا شريوهم والله الا فنين فنين، وكيبقاو زعما شي حاجه رائعه كيف كتشوفوا. المهم حتى هذه خذوها جربوها على حسابي، وقولوا لي واش راه زوينه ولا لا. شامبو الاخوات راه تشاركتو معكم المره اللي فاتت، وكتبت لي واحد البنت قالت لي بوشرى راه انا مجربه وراه زوين 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 بزاف والله البنات، شكرات ليا فريمون البنات، كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم. الثمن ديالو البنات 3.64 €، نتوما البنات لابيتو تجربوه والله، راه قالت لي زوين بزاف لا مارك ديال غارني الاخوات. المهم راه كيف شاركت معكم، كاين شامبوان وكاين حتى الديميلور ابخي شامبوان ديالو البنات ديال هذا الشكل هذا، انا شفتو كيحسب ليه برومو ولكن هو البنات داير 4.71 €، اللي كاين برومو هو هاد السيف الاخوات، الثمن ديالو 3.45 €، ما ناقصينش منه بزاف، غيبقى 3.29 € الاخوات. اختي بقيتهم دايرين السوشي، دايرين ليه برومو، كندير 6.99 € محيه، غيبقى ب 4.89 € الاخوات. ها انتم اللي بغات السوشي الاخوات بلاصوص ديالو بكلشي ليه، ها انتم يا اختي ديال الحوت البنات. هاد الكشر هذا حطينو هكا كيجي على هاد الشكل هذا، فيه 6 ديال لي طرونش بحال هكا البنات، الثمن ديالو 3.75 €. غيقول لي واش كتجيو تقلبوا في هادشي ديال 30% اللي كنوريكم ديما، انا قلبت لقيت هاد الكريمه تاع حتى لقيت هادشي بحال بغا يحطو، وكنخدش الاخوات لقيت هاد الكريمه هادي حتى هي زوينه، حتى هي دايره لها 30% الاخوات. شوف هادو ديال هادو هما دايرين لهم 30%، كيجيو هكا ديال الطواليت الاخوات. الزعفران حتى هو دايرين ليه 30%، انتما يا اختي الزعفران 30%. هانتوما تبقاو الاخوات تقلبوا، كيكونوا داك كريم فريمون البنات الاخوات، راه لا كريم راه ما كتساليش، يعني نشوفوا هذه لا ماشي، المهم هذه جايه واقيلا غيديروا لها 30%. المهم نشارك معكم واحد شويه هنا، انا البنات راه ديما كنخنش هنا والله الا ديما كنجي خصكم بشره كتلك، هذه ديال الثومه. المهم غير واحد القضيه الاخوات، اللي ما فيهاش تيكيتا، لان كاينين الناس اللي كيحطوا اللي ما فيهاش تيكيتا ما تهزوهاش، بقاو تقلبوا والله البنات اللي كيكونوا فريمون حويجات زوينين. ها انت يا اختي، ها انت ها انت، تبقاو البنات ديما ديروا دويره هنايا، شفتوا شفتوا ديال لي زيبيس. المهم البنات ديما ديروا دويره هنا، انا صافي خديت هادو، غناخذ هادو بجوج، هادو ديال الزعفران وغناخذ هادو ديال الكريم اليوم ب 30% الاخوات. ديما تبقاو ديروا دويره هنايا فريمون والله الا كيكونوا حويجات زوينين. هادو البنات كيجيو هكا ديال المشوار، ديري لهم 4.29 €. هاد الجيل البنات الصابون ليكيد لا مارك ديال سيان، شحال فيها 500 ملل الاخوات، الثمن ديالها 4.29 €. المهم الاخوات كنتمنى يا ربي هاد الجوله تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما تنساوش البنات جيم بارطاج الفيديو باش كلشي يعرف البرومو اللي دايرين ليدل كيف نستافدوا جميع الاخوات. المهم البنات كنبغيكم بزاف، كنقول لكم تهلاو براسكم، مع السلامه. اللي مازال ما دارش ابوني يدير ابوني.